تروهم هكذا من قبل. ستوب. تارة باكين. بعد ليش كبروا؟ يعني كان لازم يكبروا. تارة ضاحكين. ملخ المنطقة كلها. بتشوفي؟ كل ذاك الليل لما شفت عينيك. وهنا مستغربين. بصمات يكشف الجانب الإنساني لعمالقة الفن العراقي. فكانت المفاجأة حيث لمست كل شيء جديد في برنامج بصمات على اليوتيوب. بصمات تشاهدونه الخميس الساعة 10 مساء على يوتيوب.